السلام عليكم. إذن هذه هي أجمل ساحة عمومية في مدينة العلمة. إذن هذه هي أجمل ساحة عمومية في مدينة العلمة، وما يزيد فيها جمالا هو الأرويقة هذه، الأرويقة هذه تاع البرغولا اللي تعطي شكل رائع وتعطي الظل. احنا ماذا بينا الحدائق تاعنا العمومية اللي يتم إنشاؤها هنا وهناك في مدننا تكون بهذا الشكل، فيها بيرغولا لينير تعطي الظل، وكذلك فيها اخضرار جميل. إذن هذا هو الحديقة العمومية المركزية لمدينة العلمة اللي تعتبر بالنسبة لي فيها المقومات نتاع الحدائق. إذن خليكم تابعوا الفيديو إلى النهاية والسلام عليكم.